مع بزوغ الشمس يأخذ الزوار طريقهم سيرا على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسيني عليه السلام. حركة الزائرين تبدو كأمواج متلاطمة غصت بها الطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المدينة المقدسة. الطرق التي تمتد مئات الكيلومترات تشهد آلاف المواكب والهيئات، حيث توفر أماكن للزائرين ليأخذوا فيها قسطا من الراحة لاستكمال الطريق، فضلا عن تقديم المواكب الطعام والخدمات الطبية، وهذا إلى جانب نقاط تفتيش ودورية للقوات الأمنية حرصا على أرواح الزائرين. في آخر الإحصائيات قبل 5 أيام من مراسم الأربعين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية وصول 1.5 مليون زائر إيراني وعربي إلى العراق عبر منافذ زرباطية والشلمشة والشيب وصفوان، هذا فضلا عن مطاري النجف والبصرة الدوليين. وأوضحت الداخلية أنه سيتم إدخال 2 مليون زائر إيراني خلال هذا الأسبوع. فيما أعلن مطار النجف الأشرف استقبال أكثر من 90,000 زائر عربي وأجنبي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. في السياق نفسه أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مشاركتها ب 1300 آلية خدمية وأكثر من 800 عجلة لنقل الزائرين إلى كربلاء المقدسة من أجل امتصاص الزخم الهائل لأعداد الزائرين في الوصول من وإلى محافظة كربلاء لأداء مراسم الزيارة. المشي على الأقدام نحو كربلاء مسيرة دينية يؤديها ملايين المسلمين سنويا، لكن الذي يلفت الانتباه قدرة العراق ورغم الوضع الأمني الراهن والتحديات التي تواجهه على توفير الأمن لملايين الزوار منذ بدء رحلتهم إلى كربلاء المقدسة ومن ثم العودة إلى نقطة انطلاقهم في المحافظات العراقية ودول العالم الأخرى القريبة والبعيدة.